السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أنا الدكتور نضال عمر، اختصاص الجراحة العامة وجراحة السمنة، عضو نقابة الأطباء الألمانية، عضو جمعية الجراحين الأردنية، عضو جمعية الجراحين العالمية، عضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة. في عيادتنا بنقدم كثير من الخدمات لكثير من المرضى، أهم هاي الخدمات اللي هي عمليات الجراحة العامة بشتى أنواعها، وعمليات جراحة السمنة بما في ذلك تكميم المعدة وتحويل المسار بأنواعها. مثل ما بنعرف السمنة أصبحت عبارة عن مرض بتهدد الكثير من الناس، لأن السمنة سبب رئيسي لأمراض كثيرة من ضمنها اللي هو السكري والضغط والكوليسترول وما شابه. في النهاية بتمنى لمرضانا دوام الصحة والعافية.